محمد بخير. صلاح. لكن عايز اقول لحضرتك كمان الفرحه كانت الفرحه كبيره على الكابتن محمود الخطيب، لان كان كمان موسم استثنائي. يعني الانجاز الكبير دوت يحسب لجميع مجالس الاداره، ولكن مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب بشكل خاص، لانه كان سنه استثنائيه، وملف الكره بالذات كان بيلعب دور مهم جدا جدا، غير طبعا الجانب الانشائي والتطور داخل النادي ومن قناه و لكن كمان ملف الكره كابتن محمود الخطيب اداره بشكل اكتر من رائع في ظل سنه صعبه جدا. بص هقول لك على حاجه، الفوز ببطوله افريقيا كانت هي المكافاه على ما تحمله مجلس الاداره وعلى راسه كابتن محمود الخطيب في الفتره اللي فاتت، ودي كانت مكافاه من ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت لما تبص على المشهد ربنا بيكافئ اللي بيجتهد وبيعمل، يعني البعض كان بيسخر وبيقلل من الاحترام والادب ومن صمت الكابتن محمود ومن صمت الكابتن ومن كذا ومن عدم تدخل اعضاء يعني مجلس اداره وعدم بعدهم عن الاعلام بصفه عامه، حتى لو حصلت بعض المناوشات لم يكن فيها بعض يعني التوفيق او الكلام ده، لكن دي نتيجه ضغوط. لكن المشهد بصفه عامه كان مشهد مرتبك يوحي بامور كثيره زي ما احنا قلنا طبعا. لكن جاء الرد من السماء، ولم يأتي الرد من النار، جاء الرد من السماء في وقت مهم جدا عندما تسرب اليأس إلى الجميع أن الأمور تبدو صعبة، ولكن توفيق مولاه عز وجل سبحانه وتعالى لفريق الكرة في اللحظة دي كان حاسم ومهم، ورسالة كبيرة جدا فيها كثير من المعاني، فيها كثير أنه يعني يا جماعة المجتهد والملتزم ويعني الرجل البعيد عن الأسلوب الغير مرغوب، الأسلوب الفاح، كل الكلام عاوزين نقوله في اللقطة دي، في اللقطة بتاعت 85 هي دي كانت محور مهم جدا يا كابتن هاني. بالرغم يا استاذ محمود عدم قطع كلام حضرتك، ان كمان خلي بالك يعني كان في جزء من الأهلوية كمان بينتقدوا هذا، يعني كانوا بيقولوا لا او لازم الكابتن محمود يطلع ويتكلم، لكن دايما كابتن محمود، وكان ده الاصعب في الموضوع، ان هو كان متماسك جدا وكان حاطط قدامه مبادئ النادي الاهلي اللي احنا متربيين عليها. من ضيق الناس حكيت مبادئ النادي الاهلي دي، لا تضايق، مضايق ناس كتير جدا، هو يعني تعبان برضه، احنا متربيين على كده مش قادرين يفهموها هم، يعني هم يعني بيروا بعض بيحاول يسخر من الكلام، لكن هو مش مدرك حجم قيمه المكان، انه ازاي هو قدر يحط فيه اسس استمر عليها. راجع لمساله المبادئ، رجع في كثير من الواقف، كثير من النجوم الاهلي لما توقف امامهم طبعاً. عندما خرجوا عن النص، سواء في حتى في الكوره او سواء حتى في الالعاب الاخرى مزبوط. نقدر نكتب تقرير نعدد لك كل المشاهد، ممكن يبقى بعض الامور انت شايفها فيها اختلاط لراي، لكن بصفه عامه كان المشهد حاضر. بعض الاهلاويه يعني كان حاصل عندهم يعني نوع من الضيق نظرا لبشاعه المشهد، صحيح، نظرا لما وصلنا اليه من حال اثار الكثير بالرعب، على انه خلاص انت الخوف مش عليك، انت خلاص يعني اكتسبت الخبرات، على الاجيال اللي طالعه بدات تتاثر بصوره، وما زالت تداعيات موجوده لغايه دلوقتي يا كابتن. مزبوط. كان لها تاثير يعني تاثير في منتهى الخطوره، انه يصل الامر الى هذا الحد، الى التطاول والتجريح بصوره يوميه وسط صمت مريب وغريب، ولكن يعني توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وكله كان قاعد منتظر، وكلنا كنا قاعدين منتظرين بنتفرج بنشوف بنقول ما بعد 27 هيبقى ايه وما قبل 27 هيبقى ايه. شوف انت البطوله اتعملت قد اتاجلت كم مره، الظروف عملت فيها ايه، لكن كانت من نصيب النادي الاهلي، كانت من نصيب النادي الاهلي لمعاني كبيره جدا مهمه، يعني عاوز اقول لك ايه، تقدر تعددها من المواقف اللي مرت في الفتره، بطوله تاريخيه طبعا، لا تقدر تعددها بالمواقف، خدها انت بنظرتك كنظره مثلا كناقد او كمتابع، وخدها بنظره اخرى لانها تحمل معاني كثيره جدا كانت تهم مجلس الاداره، وعاوز اقول لك ومستقبل النادي في سنوات مقبله، وكانت تهم جماهير الاهلي اللي كان عنديها حاله من القلق والخوف وحاسه باللي بيحصل ومش قادره تتكلم وممنوع من التعبير عن رايها بشكل او باخر. فكانت النتيجه مكافاه من انا بقراها مكافاه من السماء للاهلي للحفاظ على تاريخه وللتاكيد ان هذا الكيان لن يموت، كيان مستمر سواء بالاشخاص الموجودين فيه، لكن مستمر بجماهيره وبتاريخه وببطولاته. صحيح.